ارحب بسياده اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء. اهلا بسيادتك يا فندم. اهلا وسهلا يا يوسف بيه، ازي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب وكل مصر طيبه وكل القوات المسلحه طيبه والخارجيه المصريه ايضا طيبه لما قامت به في مفاوضات طابا يعني من 33 سنه. تمام سياده اللواء، احنا النهارده نقدر نقول ايه واحنا بنحتفل ب 33 سنه على عوده طابا؟ مصر اللي ما بتفرطش. تمام. هو في الحقيقة طبعا احنا حتة تانية خالص، المحافظة ومدينة طابة. ويمكن النهاردة كان عندي دكتور مفيد شهاب وألقى محاضرة رائعة كعادته سنويا بيعملها معانا. وجميل بقى ان انا كنت جايب له طلبة الجامعة وطلبة جامعة الملك سلمان وطلبة الثانوية العسكرية. ده كانت رسالة توعية للشباب ورسالة يعني جميلة. هو طبعا سيادته هنعمل معاه ان شاء الله برنامج تاني شهر 6 بإذن الله. هيجي هو بقى وهنجيب شباب من مصر وهيروح طابة بنفسه، ويمكن ما كانش بيقدر يروح طابة الفترة اللي فاتت. هنوديه طابة يشوف اللي حصل في طابة بعد ما كان سابها من ايام التفاوض وايام التحكيم الدولي. فهو مش مصدق اللي بيدور في شرم الشيخ. هو طبعا شاف شرم الشيخ فشاف الابداع كله والنظافه والتطبيق. فقلت له بقى دعيته ان هو ان شاء الله يمكن خلال شهرين ثلاثه كده هنعمل له جوله في مدينه طابه. هيجي يشوف ويقدر بنفسه حجم التنميه اللي تمت في المدينه. عشان ابدا بس كلامي مع حضرتك، احنا بدانا احتفالاتنا من يوم الخميس، خميس وجمعه وسبت. يمكن لسه الاحتفالات منتهيه من نص ساعه بالظبط في مدينه الطور. احنا بدانا يوم الخميس في طابه والجمعه في شرم الشيخ والسبت في الطور. بدانا في طابه بايه بقى؟ احنا انت عارف طبعا ان كان مطار طابه تبع شمال سيناء. ايوه. وكانت شمال سيناء طبعا المشاكل اللي كانت بتحصل العسكريه وبنزل على التلفزيونات بينزل شمال سيناء، فما كانت الطيارات ما بترضاش تيجي وما بترضاش تنزل، علاوه على التامين بتاعها كان عالي جدا. ففي الحقيقه يعني بالتواصل مع القياده السياسيه تم الاتفاق او تم اصدار قرار جمهوري بجعل مدينه المطار تبع جنوب سيناء. بازاي؟ بتعديل الحدود الاداريه. الحدود الاداريه بيننا وبين شمال تم سياده الرئيس اصدر قرار جمهوري بتعديلها. مش المطار بس اللي جه معانا، فجاء معانا كمان قريه اسمها قريه راس النقب. القريه دي طبعا ورا المطار على طول. فلما تعدلت الحدود الاداريه بقينا دلوقتي معانا المطار في جنوب سيناء ومعانا قريه راس النقب. احنا بدانا بقى يوم الخميس بزياره قريه راس النقب. معانا مين بقى؟ وزير التنميه المحليه، معانا رئيس جهاز التعمير، انا معانا رئيس جهاز التطوير الحضري، معانا الدكتور مختار جمعه، معانا مع سعاده المفتي، معانا وزير الشباب والرياضه. لا تتخيل حجم السعاده والابتسامه على وجه بدو هذه المنطقه، بدو هذه القريه. في الحقيقه انا من اسبوعين كنت زرتهم، بعمل لهم مراسم دخول المحافظه. لازم اروح اشوف مطالبهم ايه واشوف عايزين ايه وايه المحتاجين، ايه اللي محتاجينه، لانه طبعا هم ضموا علينا تقريبا من 4 أشهر. لما رحت هناك كانوا في جاهزين لي بتاع حوالي 20 مطلب. حلو. ففي الحقيقه طبعا انا كده قعدت معاهم شويه وتغديت معاهم على فكره. الله. وقعدت معاهم وكنت واخد لهم بقى يعني ما 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 مهمه واكل ولحوم وكل حاجه. فقلت لهم طب نقسم بقى ال 20 طلب دول خمسه نبدا نشتغل عشان نشتغل. مو 20 مره واحده يعني مش هتعرف تعمل حاجه. ففي الحقيقه كانوا عايزين حوالي 120 بيت بدوي. كانوا عايزين بير ميه، كانوا عايزين تكافل وكرامه يخشوا في تكافل وكرامه، كانوا عايزين مكتب بريد. يعني في الحقيقه طبعا ما صدقوش نفسهم ان بعد اسبوعين انا ومعالي وزير التنميه المحليه بنحط حجر اساس 120 بيت بدوي. الله اكبر. مفاجاه. انا مش سايقلي، هم لغايه دلوقتي مش مصدقين ايه اللي حصل اول امبارح. 120 بيت بدوي. ومعانا مين بقى اللي هيبني؟ معانا جهاز التعمير. جهاز التعمير اللي هو اللواء محمود اللي هيبني بقى. يعني الموضوع مش بنحط حجر اساس ونمشي، ده انا جايب الجهاز اللي هيبني ال 120 بيت بدوي.
وطبعا اللي هو محمود نصار قال طبعا احنا بنعمل تجمع، يعني احنا مش هنعمل 120 بيت بدوي بس، ده احنا هنعمل وحده علاجيه، هنعمل مدرسه، هنعمل مسجد، هنعمل وحده تضامن، او يمكن الصوره حضرتك على التلفزيون اهي. وهيبقى تجمع ليكم. طبعا مش مصدقين نفسهم. البير طبعا معانا قائد جهاز قائد المجموعه المنطقه جيم، وهو بيمدهم بالميه في الحقيقه. فانا طبعا كنت مكلم الدكتوره نفين الكباك بس هي ما قدرتش تيجي لظروفها طبعا، فقالت لي اوكي انا جاهزه، واتفقنا طبعا هنعمل لهم البير. البير ده ممكن يتكلف مليون او 2 مليون طبقا لوضع الميه تحت الارض. قلنا لهم طبعا ان تم التصديق على اقامه البير. كلمت الدكتور شريف فاروق اللي هو رئيس هيئه البريد، قال لي انا تحت امرك، ابعت عربيه دلوقتي متحركه تبقى موجوده معاهم هناك تتحرك، ونبني لهم يعني برضو مكتب بريد. طبعا هم طبعا المكتب بريد ده بينفعهم في النوم برضو، يقبضوا منه، يتعرفوا، يعملوا، يغيروا بطاقاتهم، كلام من ده. فالكلام ده كله اتقال ليهم. كان معايا مدير مديريه التضامن، لان طبعا الدكتوره نبيل ما قدرتش تيجي، قال لهم ان معالي الوزيره امرت بعمل مسح شامل عشان تشوف، عايزه كشوفات عشان تطلع لكم تكافل وكرام. ففي الحقيقه اربع خمس مطالب اهوت، واحنا قاعدين في خلال اسبوعين، لان انا كنت عندهم من اسبوعين، الجمعه اللي قبل اللي قبل اللي فات، يعني اسبوعين يوم الجمعه بالظبط كنت عندهم. فلقوا نفسهم في خلال خمس ايام، في خلال 15 يوم الامور على الارض. انا يعني بقول احنا بنوفي وما بنوعد، بنوفي. فطبعا مصداقيه كبيره جدا معاهم، سعداء جدا باللي تم، وهنستمر برضو معاهم وهنكمل معاهم مطالبهم. ومطالبهم عادله بصراحه جدا، ده ناس قاعدين في يعني في منطقه نائيه جدا وبعيد طبعا. ويعني دول مصريين واولادنا وغايبين عنا بقالهم كتير، فلازم كنا نعمل معاهم كده، وهنكمل معاهم ان شاء الله بقيه المطالب. تاني يوم احنا يوميها بقى عملنا حفل بدوي كبير قوي. طبعا جبنا فرقه اسماعيليه وفرقه السويس وفرقه العريش الفنون الشعبيه والمواهب بتاعه المحافظه، عرضوا قدام السيد وزير الشباب والسيد وزير التنميه المحليه وزير الاوقاف. وكان في مواهب طبعا معالي وزير الشباب ضمها للفرقه الاوسترا بتاعت جامعه عين شمس. قال في كم بنت كده بصوتها رائع يعني، قال دي البنت دي تضم على الاوركسترا. فيعني طبعا الكلام ده كله يعني بيبقى ليه اثر كبير قوي، ان الدوله مش سايباهم والدوله بتحتضنهم، وهيخش يخشوا الكورال. بتبقى كويسه قوي. وبعدين اتعشينا مع البدو، كل اللي قلت لك عليهم دول، كل الوزراء دول في خيمه بدويه. حلو. تم يعني عملنا ايه بقى؟ جبنا التراث البدوي، يعني جبنا الاولاد بتاعتنا البدو وهم بيعملوا الشاي والقهوه على الفحم وقدام الخيمه البدويه اللي هم كانوا عاملينها لنا. جبت واحده ست بتعمل الفراشيح، الفراشيح دي اللي هو العيش البدوي. عارفه. قعدناها على الارض وقعدت تعمل قدامهم الفراشيح. جبنا فرقه سمسميه فنون شعبيه بتاعتنا بتاعت ولادنا البدو، قعدوا يعزفوا طول الساعه اللي هم قعدوها معانا في الخيمه. جبت جمالين وقفتهم عشان يشوفوا البيئه البدويه. انا جايب ناس من مصر وجايب ضيوف كتير قوي، انا جايب طيارتين من مصر، جايب طيارتين، جايب كتاب كبير قوي وصحفيين كتار قوي ورجال اعلام كتير، واهالينا بقى اللي يعني اللي ندعتهم اللي وافقوا على ان هم يجوا وشافوا بقى البيئه البدويه وعرفوا عنها حاجه. تاني يوم بقى كنا بنحط العلم، بنرفع العلم، وطبعا كان معالي وزير التنميه المحليه هو سياده رئيس الوزراء انابه. فطالما رئيس الوزراء انابه أيوه. يبقى هو اللي يرفع العلم وهو اللي نعمل المراسم يعني. فوقفنا معاه كله. وبعدين مين اللي جه معانا بقى؟ قائد الجيش وقائد المنطقه جنوب شرق وقائد القوات الامم المتحده الجنرال ايفان وسيد مدير الامن. ويعني عايز اقول لحضرتك كوكبه لفيف من القاده كانوا موجودين معانا بتصديق من السيد وزير الدفاع، والموسيقات العسكريه موجوده معانا، وتم رفع العلم. وانا شايف هو معالي اللواء محمود شعراوي بيرفع العلم. وكانت لقطه جميله جدا، واولادنا بقى حاضرين كلهم
الأطفال، الكورال بتاع نويبع كان موجود وكان عمال ينشد. اللقطة دي بقى بتعد الأذهان الصورة الجميلة طبعا. أنا بقى يعني بحاول الشعب كله يعرف العلم ده بترفع ليه، وبقاله 33 سنة وجه إزاي، والأرض دي جات إزاي. ده اللي حكيناه النهاردة بقى مع الدكتور مفيد شهاب، ساعة كاملة بيتكلم على كيف عاد الطابة بالتحكيم الدولي. والله يا سيادة اللواء أنا يعني بقالي مثلا يجي سنتين أو ثلاثة قاعد عمال في دماغي بتمنى إنه نعمل زي مش فيلم بقى وثائقي، هو فيلم خليط ما بين الفيلم الوثائقي والفيلم الروائي، يجسد الملحمة الطابوية لو صح التعبير. إزاي رجعنا طابة؟ إزاي كان في الضغط بتاعنا؟ وإزاي كان في الدبلوماسية؟ وإزاي القانون؟ تمام. ما ده اللي اتفقت بيه النهاردة فيه مع الدكتور مفيد. في الحقيقة طبعا انت عارف المنطقة اللي هناك دي اتعمل فيها طريق إلى إيلات. طبعا. بحيرة صغيرة كده مسحورة كده اتعمل فيها طريق إلى إيلات، يعني تبعد بالظبط عن طابة حوالي 10 كيلو. عارف. اتعمل فيها فيلم الطريق إلى إيلات. في فيلم برضو اتعمل قبل كده بتاع أعتقد أحمد لا مش أحمد حلمي، أحمد الفيلم الأخير فيلم عز. الفيلم الأخير طبعا بتاع الممر. في فيلم كده جميل برضو اتعمل هناك في المنطقة دي. طب سيادة اللواء يعني يمكن أنا واحد من الناس بالظبط من حوالي 30 سنة يعني سافرت طابة أنا وأصدقاء ليا أيام الجامعة. لا إحنا هنعزمك بقى مع الدكتور مفيد. والله يا فندم أنا يعني قول لي أنا عمري ما هتأخر بصراحة. لا إحنا النهاردة كنا في حالة رائعة، وأنت لو شفت لولادنا بقى، ما أنا جبت له الشباب، سيادة الرئيس بيقول التوعية وعوا الناس، فأنا جبت الشباب كله يعني مش أقل من 200-300 واحد قاعدين بيسمعوا. لو شفت حجم التصفيق وحجم طبعا لما قاموا وقفوا يحيوا الدكتور مفيد صح، حاجة جميلة قوي. ده اللي أدى إن إحنا نقول لازم هيبقى فيه، لازم هنعمل نسجل. أيوة نسجل الكلام ده مع الدكتور مفيد يوم 30/6. أنا هجيب يعني طيارة إن شاء الله، وزي ما جبت طيارتين إمبارح أول إمبارح، وهنجيب هو. أنا قلت له إدعي اللي أنت شايفه، اللي كان شغال معاك، اللي كانوا موجودين معاك. مش كده وبس، ده أنا كان عندي رائد عرفت بيه أول إمبارح إنه استشهد أثناء المباحثات، اسمه الرائد محمد كامل. هو قال لي مظبوط ده كان معانا وجاله أزمة قلبية. فقلت له برضو إنه نقدر نتصل بزاوية يعني ونجيبهم معانا، فقال لي فكرة جميلة. فإحنا بنفكر يوسف بيه وعايز أقول لك كمان في بقى كان فيهم فجأة كبيرة قوي النهاردة. مين كان حاضر؟ مين؟ الدكتور اللواء دكتور سمير فرج. الله لا 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 بقول لك النهاردة لا تتخيل جرعة 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 جرعة. وأنا اتفقت مع السيد رئيس جامعة الملك سلمان، قلت له أنت عندك فرع في رأس سدر وعندك فرع في الطور، لو سمحت المحاضرات اللي تمت دي النهاردة لازم تتعمل في رأس سدر وتتعمل في الطور. لأن النهاردة اللي قاله الدكتور سمير فرج أنا نفسي لأول مرة أعرفه. طبعا اتكلم على مصر 2022 او الموقف الحالي ايه، ورانا الدول اللي حوالينا شكلها ايه صحيح. ورانا الشغل اللي تم سابقا، ورانا سبب الثوره، القى الضوء على طبعا مش عايز اتكلم يعني على الاخوه اللي كانوا يعني سبب الثوره وايه اللي عملوه، زقوا علينا مين وعملوا ايه. فهم الشباب وده حلو يا سياده اللواء. يعني انا وعاهم يا يوسف بيه وعاهم في الحقيقة. انا نفسي يا فندم الاجيال اللي موجوده دلوقتي. يعني انا لما سافرت كان هقول لا انا كان عندي 19 سنه بالظبط وسافرنا طابة انا ومجموعه من اصدقائي كنا في الجامعه. لا تيجي تاني لازم. لا ما انا بقى ايه عايز اجي، لان انا لسبب انا لما رحت وانا عندي 19 سنه نطيت في الميه في طابة وخدتها عوم لحد الجزيره بتاعت صلاح الدين. ايوه القلعه. وبعدين عرفت بعد كده ان ممنوع السباحه، يعني اتقدرت تكديره اللي هي كنت عيل صغير يعني. بس انا فرحتي بان انا عايم في الميه بتاعتنا ونطت من على الارض بتاعتنا لحد الارض بتاعتنا الجزيره بتاعت القلعه بتاعت صلاح الدين، جزيره فرعون دي، كانت فرحتي لا توصف. انا بقى انت كده بتاكد ان انا لازم اعزمك. وعلى فكره
انا وجهت الدعوه، انا جالك، انا عندي صباح الخير يا مصر النهارده، استاذ محمد الشاذلي والاستاذ منى الشرقاوي ولفيف كبير جدا من التلفزيون المصري، وزعنا الصلاه يوم الجمعه، الدكتور مختار جمعه خطب يوم الجمعه من مسجد السلام بطابه، الله اكبر، التلفزيون المصري كان موجود، الحاجات دي بتعمل حاله. احنا عايزين طلبه المدرسه يا فندم يروحوا، بيحسوا ان بلدهم، بيحسوا ان مصر ايوه بتاعتهم، بيشوفوا الوزراء بيتبسطوا. عايزين يا فندم طلبه المدارس وطلبه الجامعه يروحوا، يروحوا يبصوا، يعني نحاول نعمل لهم بروتوكول كده، تبقى رحلات اسعارها في الحنين، الولاد يروحوا ويشوفوا عشان يعرفوا قيمه البلد، ويعرفوا يعني ايه ارضي وترابي ورملي، واتدفع فيه قد ايه عشان يرجع لي. هقول لك خبر تاني يوسف بيه. اتفضل يا فندم. ان احنا الطريق الدولي اللي جايب من نفق لطابه احنا خلاص بقى يشتغل 24 ساعه. الله اكبر. ودي طبعا دي شهاده حق وشهاده تقدير للقوات المسلحه المصريه الباسله. طبعا. لان كان انت طبعا تعرف كان موجود قائد الجيش، كان موجود قائد قوات شرق، كان موجود مدير اداره الميه، عشان كنا بنحط حجر اساس محطه ميه 5000 متر مكعب ميه. الحمد لله. كان موجود السيد اللواء ايفان قائد قوات الامم المتحده عندي لواء، كان موجود السيد مدير الامن. فعايز اقول لحضرتك ان كل دول اكدوا ان الطريق ان شاء الله كان بيشتغل لغايه 10. انا بعلن اهو قدام الجميع ان طبعا القوات المسلحه 24 ساعه قادره، وسيد قائد الجيش قال احنا قادرين، الطريق احنا مع يعني الامور مؤمنه تماما، والحمد لله العمليه الشامله نجحت، وفي سيطره قويه جدا على المنطقه هناك، فاحنا ان شاء الله هنشتغل وهنفتح الطريق 24 ساعه. يا خبر كان برضو اسعد كل العاملون في طابه، اسعد كل العاملون في الفنادق في طابه، طبعا لان هم كانوا بيعانوا الفتره اللي فاتت. ده احنا بعد كده بقى هتجيلنا طيران من بره لحد عندنا بقى في طابه. مظبوط، لان هو طبعا السيد وزير الطيران جه السنه اللي فاتت في الهيئه، ما جاش السنه دي، ومعالي وزير الطيران جه قال ده اكبر مطار عندنا، كانت مطار محترم جدا، واحنا وكان برضه ليه راي ان احنا يبقى تابع جنوب سيناء، وفعلا احنا لما يعني لما اتصلنا بالقياده السياسيه وكده تم فورا، وتم والسيد رئيس الجمهوريه اصدر قرار جمهوري بضمه الى جنوب سيناء. ففي الحقيقه احنا نشتغل بقى، ويبقى الطيران باذن الله يشتغل في مدينه طابه. حسب معلوماتي في حاجه جايه من بولندا شهر 4، لسه ما اتاكدتش. كمان اللي كان برضو موجود معانا وكان عامل جوله في المطار السيده نائب وزير السياحه الدكتوره غاده شلبي، كانت جايه ضمن الوفد اللي جمع، لان احنا جبنا بالطيارات، وهي قالت لما هنزل عايزه اعمل جوله في المطار. فبتعمل جوله في المطار عشان توقف على وسألت مدير المطار واخبار التامين ايه، واخبار الفلوس الطيارات بتنزل بتدفع ايه، فيعني طبعا بتلم معلومات وهتعرض على السيد رئيس وزير السياحه، وده عمليه استعداد لتشغيله. انما هو طبعا حتى الان يعني ما مش شغال، لان التامين عالي جدا، وكان طبعا تابع شمال سيناء، فكان في تخوف. اللي احنا بنقول لا، احنا بنحل، سياده الرئيس بيحل معانا، اصدر قرار جمهوري بننفذ. القريه اللي موجوده ورا المطار خلاص بقى يعني بقت تابعه المحافظه، وكل يعني قائد المنطقه جيب موجود، والناس القيادات الكبيره قوي موجوده، وقادرين على حمايه المطار، وقادرين على تامينه، وقادرين على فتحه للسياحه ان شاء الله. اداه قدود دايما يا فندم. انا بشكر حضرتك جدا 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 جدا، وشرفتنا بهذه المكالمه سياده اللي هو خالد فوده محافظ جنوب سيناء.